في الأيام دي بتحل ذكرى ال 24 لتأسيس محرك جوجل، المحرك اللي بندور فيه على أي حاجة وبنلاقي إجابات، اللي ظهر لأول مرة عام 1998 بواسطة سيد جبران ولاري بايج. ومحرك البحث ده بيعمل، أو جوجل بيعمل على تنظيم الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الإنترنت. الحقيقة ما فيش أي إنسان يقدر يستغنى عن جوجل، سواء وإحنا بنستخدمه على جهاز الكمبيوتر، على التليفونات المحمولة، أي حاجة. طيب خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من المهندس إسلام غانم، استشاري أمن المعلومات. باشمهندس إسلام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. طيب هو أسهل حاجة في الدنيا دلوقتي، أي حد بيسأل على أي حاجة زي ما بيتقال أسك جوجل أو اسأل جوجل. إزاي جت فكرة المحرك ده من البداية؟ في البداية زي ما حضرتك قلت، كان في طالبين في جامعة في الولايات المتحدة فكروا إن المواقع الويب سايت العالمية دي إزاي يكون لها إندكس أو فهرست علشان يسهل عملية السيرش. فمن هنا بدأوا يعملوا حاجة صغيرة على مستوى الجامعة، وبدأوا يكبروها يعملوا حاجة على مستوى المكتبة الرقمية للجامعة، لغاية ما الفكرة بدأت تتبلور. هو ليه ما نكبرش الفكرة تبقى على مستوى الويب سايت بتاعت العالم؟ وبعد كده بدأ يجي لهم فند من الشركات الكبيرة شوية لما اقتنعوا بالفكرة، وبدأت بعد كده تقوم فكرة محرك البحث جوجل، وده كان في 4/9/98 زي ما حضرتك قلت. طيب فكرته بتبقى قايمة على إيه؟ إن كل ويب سايت بيبقى له تصنيف أو فهرس. الفهرس دوت بيخش تحت منصة جوجل للبحث، وطبعاً يبقى في نوع من انواع المراجعه ان الويب سايت دوت مش فيك، الويب سايت ده مش سبام، وفي طبعا ناس بتعمل مراجعه على الكواليتي بتاعت جوده الويب سايتس ديت، وده اللي بيخلي معظم الناس تستخدم المحرك البحث دوت وكل الخدمات المتاحه بتاعته. طيب باشمهندس اسلام، يعني الناس في الحقيقه بتتعامل مع جوجل فعلا على ان هو يعني ما ينفعش يتسال سؤال وما يجاوبش، او ما ينفعش يكتب حاجه على جوجل وما يلاقي لهاش اجابه. هل في كي مسجز معينه مثلا او كي ووردز معينه الناس تستخدمها عشان تلاقي اجاباتها بشكل اسهل اسرع؟ يعني طريقه العمل، بدل مثلا ما الناس تبقى عايزه معلومه، في ناس ممكن تكتب جمل طويله، هي بتتعامل مع جوجل على ان هو مدرك وهيعرف يترجم كل هذه الكلمات. في البدايه يا فندم، هو احنا لازم نلاحظ ان جوجل مش مجرد اللي هو محرك البحث، هي منتجات كتير حوالين الموبايل بتاعنا. من اول الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل اندرويد، للخرائط جوجل ماب واللي احنا بنستخدمها، وكمان شركة برامج تانيه بتستخدم الخرائط ديت، منها البرامج اللي بتستخدم برامج الانتقال من خلال التطبيقات. فانا عايز اقول لحضرتك ان البراوزر اللي احنا بنستخدمه برضه هو براوزر جوجل. لما يكون 4 5 منتجات لشركه واحده، فدي بتحقق ميزه قيمه مضافه، ان هي بتقدر تاخد جزء من المعلومات من عن طريق الاوبريتنج سيستم، جزء من المعلومات من عن طريق براوزر، وجزء من المعلومات من المنتجات الثانيه، وتبدا تطلع بقيمه مضافه عن اي محرك بحث ثاني. ده الجزء الاولاني من الاجابه. الجزء الثاني اللي حضرتك اتكلمت فيه، في حاجات كتيره جدا جوه جوجل معظم الناس مش بتستخدمها. زي على سبيل المثال، في حاجه اسمها البحث المتقدم. لو انا عايز ادور على مثلا كلمه معينه في موقع يكون باللغه الانجليزيه بس، او كلمه معينه نزلت من 1 يناير اللي فات لغايه 8 يناير، يعني غير الفتره ديت ما تطلعليش نتائج، او موقع معين بس ما يكونش يحتوي على كلمه معينه، او الوقت الوضع الحالي كمان ممكن نسيرش بالصوره. يعني احنا ممكن ندي الصوره للمحرك البحث والصوره دي يقولها لي هي موجوده فين، وكمان ممكن يقول لي الصوره دي مصنوعه ولا حقيقيه، مزيفه ولا حقيقيه، وكمان ممكن يقول لي الصوره دي ليها كوبي رايت ولا ملهاش كوبي رايت. طيب ازاي بقى اقدر اعرف المعلومات الصح من المعلومات المزيفه او الغلط يا باشمهندس اسلام؟ طبعا دي نقطه كبيره جدا ومشكله يعني بتواجه ناس كتير، الفيك نيوز او الاخبار المزيفه. المشكله ان هي كل يعني هي في سباق ما بين المعالجه وما بين التطوير، يعني كل ما الشركات تحاول تعمل معالجه لاكتشاف الاخبار المزيفه، اصحاب الاخبار المزيفه دول بيبتكروا طريقه جديده.
بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان من احدى الخدمات اللي عاملاها جوجل في حاجه اسمها جوجل المدقق، او جوجل تنبيهات جوجل، خلينا نقول بالعربي تنبيهات جوجل. ده مثلا بخش اقول له لو اتذكرت كلمه مثلا كلمه نادي الاهلي على سبيل المثال خلال الثلاث ايام الجايين، ابعت لي الارم تنبيه على الايميل او على الموبايل. على سبيل المثال بيستخدمها الصحفيين لاكتشاف ان في خبر مزيف ولا لا، ان بيخش يحطه لو ذكرت مثلا كلمه زلزال ابعت لي الارم. فلما يلاقي مثلا مئات من الارم بتيجي في نفس اللحظه من المواقع العالميه بيبدا يتحقق ان الخبر ده خبر حقيقي. حقيقي. يضيف في لحضرتك برضه ان في خدمه في جوجل اسمها جوجل ترند. جوجل ترند دي مجرد ما الشخص بيخش عليها ويكتب مثلا كلمه زلزال، فيقول له على فكره الزلزال دي اتذكرت في اخر 30 دقيقه 56,000 مره متوزعه ما بين المدن الاتيه او الدول الاتيه. فبيبدا من خلال الاداه دي يتحقق اذا كان الخبر الموجود دلوقتي حقيقي ولا ده مزيف. خبر حقيقي ولا خبر كده. أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر مهندس إسلام غانم استشاري أمن المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك.